السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are in سورة نوح today إن شاء الله. We'll start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا إن ألف كسرة إي أن نون ألف فتحة نا. You have a shadow and the noon, so join. إنا and four counts because of this madda. إنا أرسلنا أرسلنا نوحا إلى قومه. Stretch again four counts. إلى قومه أن أنذر أن أنذر أن أنذر قومك قومك من كسرة نون سكون من قبل قبل من قبل أن يأتيهم يأ sharp sound because of this سكون on ألف يأ يأتيهم عذاب أليم عذاب أليم. Again. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Next ayat. قَالَ two counts. قَالَ يَا قَوْمِ يَا again ألف is here so stretch two counts. يَا قَوْمِ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ إِنِّي يَا مَدَّ stretch. إني لكم نذير مبين نذير مبين. Again. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. آية نمبر 3. أن اعبدوا الله أنيع join the نون كسرة with the عين سكون نعبدوا الله the word Allah has a dhamma before it make it heavy أن اعبدوا الله واتقوه قو واو مدى two counts واتقوه وأطيعون أطيعون وأطيعون أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. آية نمبر 4 يغفر لكم يا فتحة يا joins with the غين سكون غين is a heavy letter it comes from the top part of your throat فير فا كسرة را سكون فير make the را light فير يغفر لكم من ذنوبكم ذال ضمة ذنوبكم ذنوبكم again يغفر لكم من ذنوبكم ويو أخ حمزة فتحة خاء كسرة أخير شدة is there أخير أخيركم ويؤخركم إلى stretch four counts إلى أجل مسمى أجل join with the ميم شدة أجل مسمى you can say مسمى if you want to stop here otherwise say مسمن إن أجل الله okay. أجل مسمى
Let's repeat from here. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله أجل الله إن أجل الله إذا ألف كسرة إذا الألف فتحة إذا جاء stretch five counts إذا جاء لا يؤخر لا يؤخر this is the وقف لازم ميم is here so we'll stop يؤخر لو كنتم لو كن تعظم joint the نون سكون كن تعظم joint the ميم سكون تم كنتم لو كنتم تعلمون لو كنتم تعلمون قال stretch two counts قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا this is her ونهارا ونهارا again قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم فلم يزدهم دعائي look at this عين ألف فتحة it has مد لازم مد متصل right مد متصل is five حركة five حركة long because this مد is followed by همزة in the same word and here you have مد منفصل stretch four counts here five and here four دعائي إلا فرارا إلا شدة عند اللام إلا فرارا let's repeat this فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم دعوتهم لتغفر الفي this is في فكسر في را فيرا لتغفر لهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في four counts again في آذانهم stretch two counts two counts آذانهم في آذانهم واو joins with the seam واستغشوا ثيابهم تسرى في ثيابهم وأصروا واستكبروا ثم إني دعوتهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني stretch four counts إني أعلنت لهم وأسررت لهم
وأسررت لهم إسرارا إسرارا. أجين. ثم إني دعوت سوري ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.